تقوم كوادر مديرية بلدية الموصل بإعادة تأهيل القناطر المتضررة في منطقة المدينة القديمة. أربع قناطر طبعاً، هي اثنين في شارع الفاروق واثنين شوية بعد لي قدام، يعني صايرة يعني طبعاً هاي بجهود ذاتية من البلدية قاموا بإعادة تأهيلها. طبعاً تمثل هاي القناطر واجهة تاريخية طبعاً لمدينة الموصل والتراث يعني الحقيقي للمدينة. عدد القناطر أكثر من أربعة، احنا هاي مرحلة أولى، يعني اشتغلنا أربع قناطر في المرحلة الأولى وعدنا إن شاء الله سبع قناطر بعد مرحلة ثانية، يعني أي يعني حسب التوفر الاعتماد المالي مال البلدية إن شاء الله. احنا والله تركيزنا بالمدينة القديمة على مود الناس، أكثر الناس يعني البيوت مالتها يعني ما يقدرون يفوتون على بيوت من القناطر المهدومة أو متضررة أو صار بها التخسفات، فاحنا يعني هسه قناطر رئيسية هاي اشتغلنا أربعة، وإن شاء الله هسه بالوقت القادم عندنا بعد سبع قناطر وعندنا غيرها غير مكانات إن شاء الله.